سنه هذه نعمه نعمه ياكلون برايم اي والله برايم برايم لا مو برايم الله برايم انت خذيت الحصانه على الشباب كلهم تتوقع اني راح اخذها عليك اليوم تعرف تاخذها شو تصدق لو اخذها يعني هذا انجاز شوف نور عقاب اخذها على الشباب كلهم الاقوياء مغلقصون في الباقين وانت خذيتها نور عقاب يعني اجي انا واخذها عليك يعني قفلت ملفات اقول احذروا من ايمن ايمن علمهم عن اللي ترى انخذيتها سعد انا مو منها براس علمهم خذيتها انت شو مسوي علمهم انا ماني متكلم وخذها عزوز شدنا يستاهل وخذها ايمن شدنا يستاهل وخذها واحد ممكن ياخذها وانا اشرف ما لها طراني سعد عبد العزيز يقول دام المشكله دي دام ده ولد عمك عزوز وشو المشكله واحد ممكن ياخذها جماله فيها حب خشمه ياخذها لا لا محل يسد مغيرك صوره ياخذها جماله يعني انت معطيها تجيب من فينا ياخذها جماله انا لك في الحال والمال عندك شيء ياخذها جماله عندك شيء غير رسول سؤال قصتها ياخذها جماله في ايش انت بتجمل عليها اخذناها قصدي تصاميم ذي الايام الا يمكن اودع تعال من ادري من ادري مو من سعبيلك سعبيلك يا والله همزح معك واخر مره همزح معك وسعبيلك لا الله ياخذ عقلك ايش السؤال ما ادري يا اخي يا اخي انتم قدوه يا شباب هذا قدوه ابني سعد اح طجني طجني ليه طجني ليه طج عزوز اخيك ليه خطا خطا لا افا الا اخويا انا اعرف يا اخو انت مصر على رايك نفس بعض الناس هو شو قمشي حط لكم مسابقه تخرب زين هذا سعد طلب قال حطوا على علو خلوش لا سعد قال بتصميم قرب على وجهي انا زود كذا لا زود تصميم سوي